نعم أن العمليات العسكرية السابقة التي جرت في الطارمية والدليل يعني ما جابت نتيجة، والدليل اللي قاعد يصير أكو دعوات، وجنابك كتبت أيضا بتويتر لهاي الدعوات أن الطارمية يراد لها أن تكون هناك عملية بمفهوم آخر بطريقة أخرى. ما هو هذا المفهوم وكيف تنظر لمنطقة الطارمية وما يجري فيها؟ نعم، بالبداية تحية لحضرتك وتحية لضيفك الكريم وتحية لمشاهدي قناة التغيير. الإرهاب أو البؤرة الإرهابية المزمنة بالطارمية هاي تستدعي عمليات من نوع آخر أو تستدعي إجراءات من نوع آخر، لأن الواقع أثبت بأن كل الإجراءات الأمنية السابقة هي إجراءات ترقيعية وما صنعت حل جذري لمشكلة أو معضلة الإرهاب المزمن بالطارمية. يعني إحنا بعض الكتاب والمدونين، أنا مثلا طرحت، يمكن أنا أكون أول واحد طرحت هذا المفهوم، وهو استنساخ تجربة جرف الصخر في الطارمية، لأن الأحداث والوقائع أثبتت بأن ماكو حل مشكلة الإرهاب بالطارمية سوى استنساخ تجربة جرف الصخر، لأن جرف الصخر تشترك مع الطارمية بعدة صفات. يعني مثلا الواقع الجغرافي، مثلا جرف الصخر بها بساتين وبها بحيرات، طارمية أيضا كذلك بها بساتين وبها بحيرات، هاي البساتين والبحيرات توفر ملاذ آمن للإرهابيين وللدواعش. القضية الموقع الجغرافي الخطر، أيضا طارمية هي فاصلة بين أربع محافظات، بين بغداد وصلاح الدين وديالة والأنباق، هاي يخليها بؤرة خطرة للإرهاب، ويعني موقعها الجغرافي أشبه بسكين ذات أربع رؤوس على أربع محافظات، فوجودها وبقائها رهينة ومختطفة من قبل الدواعش، هذا يشكل خطر على أربع محافظات. فبرأيي اليوم مثلا رئيس الوزراء من راح للطارمية هو بالحقيقة ما أطلق حملة أمنية، هو مجرد تكرار للكلام الإعلامي. هو سيد أحمد قبل لا هو أطلق حملة إعلامية. ممتاز. هو قبل لا نحكي عن زيارة الرئيس الوزراء اليوم للطارمية، أريد أسألك شنو المميز باللي صار بجرف الصخر، أو شنو هي الخطة اللي نريد نستنسخها بالطارمية؟ تقدر تقول لي خطة جرف الصخر شنو هي؟